مسرح، لا في التلفزيون بقى السنة دي بإذن الله في مشاركة لمسلسل الصعلوك مع النجم خالد الصاوي، حسن حسني، فدراء، نجلاء بدر. دوري اولا ده دور مختلف جديد ليا في الدراما، لان انا بدات شغلي في الدراما يعني كنت عملت حاجات بسيطه، بس من اميز الادوار الدراميه كانت شخصيه جواهر في مسلسل خاتم سليمان. والحقيقه الشخصيه لفتت نظر كتير جدا من الناس، رغم صغر حجمها في الدراما الا انها لفتت نظر الجمهور والنقاد والمخرجين والوسط الفني، والحمد لله ده بفضل الله يعني. بعد كده عملت نقطة ضعف مع جمال سليمان، عملت السنة اللي فاتت تفاحة آدم، كنت طالعة بشخصية نقيفة الإبياري. السنة دي شخصية جديدة خالص فيها ملمح كوميدي، هي شخصية لواحظ كاميريرا في عصر الباشا، بس بيبقى ليها دور مهم في نقل الأحداث وفي الاسترسال للأحداث وفي تحريكها كمان، لأن هي بتتميز بال فضولية، رغاية، بتنقل الأخبار، بيبقى ليها موقف مع البطل اللي هو خالد الصاوي. يعني الناس هتتفرج وهتستمتع جدا بالمسلسل.